شوفها من جوانب الإيجابية التي تحسب له أن يفتح. ليش ما اشتغل على موضوع الضباط والمنتسبين بقنوات الخاصة السرية غير المعلنة؟ ليش يوم 27 صفر يكتب ويوقع ويوم 27 صفر تنشر الوثيقة؟ بالمناسبة العائلة عائلة الضباط وليس الضباط هم عوائل. عوائل يعني كان الضباط سأل أستاذ صباح قال لماذا يذهبون الضباط؟ لا هم عوائلهم ذهبوا من حقهم. لا عوائل الضباط أي من حقهم أن يذهبوا للسيد. وبعدين الذي حصل هو جراء تظاهره كان قام بها التيار الصدري وكان داعمها السيد مقتدى الصدر دعم مطلق. لذلك الحكم كان قاسي. حرقت السفارة الأمريكية حرقت وما حد يتحرك. حرقت السفارة الإيرانية في كربلاء وحرقت القنصلية الإيرانية القنصلية الإيرانية والسفارة القناصل الإيرانية بالبصرة حرقت أيضا جماعة أظهرهم بغير طريقة. لا بس لا لا احنا نسأل على الحمايات نسأل لماذا لم يحاسب الحمايات؟ لماذا هنا صار الحساب وبقسوة؟ قسوة القرار قاسي ويا ما تتعامل مع